ماشي في سوق مودي او كان انتوا لا انا اقصد انه دلوقتي بيتقال للناس انه لازم تحوله جوه البنك، وانه اللي مش هيحول جوه البنك سيتعرض لعقوبات، وانه في ناس موجودين في السوق بيراقبوا لو حد اتمسك هيتسجن وهو الاخره. الفكرة انا عايز تساعدني ازاي نقنع الناس ان هم يعني يحولوه ب31 وما يحولوش باكس، مش هقول لك بكام يعني. يعني ازاي اقنع حد؟ انا لما اجي اكلم اي حد اقول له لو سمحت نغير، فيبص لي كده فرق 20 جنيه، فيعني لو هم مليون بيبقوا فرق 200,000 جنيه، فانت فاهم ازاي؟ فدي الحكايه يعني. ارجوك ساعدني ان انا اتفضل. هي مش محتاجه يعني، مش محتاجه مفهوميه. وبعدين دايما بقول لك هو اصلا الفلوس اللي بره، الناس بره طبعا هو في نوع من الجشع وفي نوع من المغالاه، الناس اللي بره بيروحوا عندهم بره يشتروا الدولار من بره. فهي طبعا انا هقول حس وطني، انما مش هقدر اقول للراجل اللي بره بيع الدولار ب 31 وهو هيجي له واحد بره يشتري منه باعلى من كده بكتير، وهي دي المشكله. فيبقى الحل الوحيد اللي باقي ان هو يرجع تاني يبقى قريب من سعر البنك. تمام. وده البنك المركزي ان شاء الله بيقوم بيه مع اجراءات من الحكومه تتخذ. هو ده اللي زي ما شفنا الحاله دي في 2015 وبعد كده انتهت تماما. انما طبعا حصل ظروف الكوفيد 19 والحرب بين اوكرانيا وروسيا، كل ده اثر على الفاتوره الاستيراديه واثر على الاسعار، ارتفعت الاسعار بتاعه المواد الخام والكوموديتيز والبترول وكل ده اثر علينا، لان احنا دوله مستورده مش دوله مصدره. فعلاجنا هو التصنيع والتصدير، وهو ده اللي هيحرك البلد، وده اللي ابتدت الحكومه تاخد بيها اجراءات جيده. طبعا البنك المركزي انا واثق في قدراته وان شاء الله هنعدي الازمه باذن الله. محمد بيه، سؤالي الاخير، كان في قرار اتقال وما عرفناش اذا كان القرار ده بيطبق ولا لا، اللي هو الناس لما تروح البنك لازم تثبت هي جايبه الدولار منين، هل ده بيطبق ولا ده كان بيتقال بس الكام يوم اللي فاتوا؟ لا على فكره الكلام ده عمره ما اتلغى. طبقا مع التعريف العالمي وكل حاجه، لازم انت عندك عميل، انت عارف عميلك وعميلك جايب لك دولارات انت عارف مصدرها لان ده عميلك. انما لو انت جاي لك عميل جديد وما لا غير العميل الجديد، ما هو الراجل اللي جاب دولار ده هيحطهم في حسابه، وضع بيكون اكيد الراجل اللي عنده حساب دولاري ده يعني عميل زبون يعني بقاله مده. عارفين العملاء وعارفين حركه حسابات، فالعميل عندنا اللي بنشوف حركه حساب غريبه من حقنا ان احنا نساله. لا غير الغريبه، انا بسال سؤال دلوقتي، المواطن اللي معاه دولار وهو عميل في البنك، انا ما بسالش على واحد معدي قدام البنك يقول لهم مساء الخير. لو عميلي وعارف ان هو عنده مصادر ماليه ملاءه وكل حاجه، من حقه يجيب مصري، من حقه يجيب الدولار، بس انا عارف ان مصدر الاموال دي ايه، فما فيش اي مشكله فيه. انما لو عميل ما عرفش مصدر امواله طبقا لغسل الاموال لازم اساله. لا انا بتكلم على السواد الاعظم من الناس اللي بتتعامل مع البنك. سؤالي السواد الاعظم يعني سيادتك مثلا كده عندك في حسابك في البنك 20 مليون جنيه ان شاء الله، يعني ده على الاقل. على الاقل، وجاي تحط عندي وجاي تحط عندي مليون جنيه، ما انا عارف ان انت عندك 20 مليون، وعارف ان انت راجل مالي، وعارف ان انت عندك مرتبك او سكن شركتك او كذا، فما فيش مش هسالك. انما لو واحد ما اعرفوش او واحد عنده في الحساب 10,000 وجه مره واحده بيحط لي مليون جنيه، لا لازم اساله. طبعا ده بتبقى دي حاجه مريبه. بس انما عادي، انما ده غسل اموال وكده، ده دور البنك ان هو يستفسر. فالبنك المركزي ما غيرش حاجه ولا القانون تتغير، انما طبعا بيطلع كلام واشاعات بتبقى لها مغرضه. انما البنوك عادي طول عمرها
بتستفسر، والعميل اللي انا عارفه عمري ما هساله انت فلوسك دي جايه منين، لان انا عارف دايما. والعميل خلاص. اللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش. اكيد طبعا اكيد يا باشا.